السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان مبارك علينا وعليكم جميعا أحبتي المشاهدين. في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. السير إلى الله الغاية الأسمى هي الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، لكن المنطلق يبدأ من القلب. القلب هو أساس في السير والسلوك إلى الله. سوف نتحدث اليوم عن السير إلى الله ومحورية القلب في السير إلى الله. يحدثنا عن هذا فضيلة العلامة سماحة الشيخ سلمان الديري الذي ينضم إلينا من قم المقدسة. سماحة الشيخ حياك الله، أهلا وسهلا، وشهر رمضان مبارك علينا وعليكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أهلا وسهلا بكم، جزاكم الله بخير ومتباركين، وأقل ألقابنا أقل منها بكثير شيخنا العزيز، أدمنكم إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله بعد فاصل قصير. أحبتي نذهب وإياكم إلى فاصل ونعود لنبدأ، ابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي، عدنا نبدأ هذه الرحلة في التعرف على موضوع السير والسلوك إلى الله ومحورية القلب في هذا الموضوع. أرحب بكم مرة أخرى وأرحب بضيفي الذي ينضم إلينا الآن من قم المقدسة سماحة الشيخ سلمان الديري البحريني. حياكم الله سماحة الشيخ، أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بكم شيخنا العزيز. قبل البدء صحح لي، البحريني أم البحراني وما هو الفرق؟ نفضل البحراني، لعله في اللغة البحراني أقرب الصحة لغويا. لماذا لا نقول البحريني؟ هي كلا النسبتين صحيحة، إذا اتجهنا إلى المسألة الصرفية كلا النسبتين صحيحة. جيد، نبدأ إن شاء الله في مسألة السير إلى الله ومحورية القلب. ما هي محورية القلب في هذه الرحلة؟ يقول الله تعالى في سورة الشعراء بسم الله الرحمن الرحيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الإمام الصادق سلام الله عليه شيخنا يفسر معنى القلب السليم في هذه الآية بقوله: القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه، وكل قلب فيه شرك أو شك فهو صادق. أنا ما أريد أبحث المسألة من جهة علمية 100%، أريد نحن والمشاهدين الكرام أن نعرض هذه القلوب على القرآن ونستجلي معنى القلب السليم. ولماذا القلب السليم بالذات؟ ما هي المحورية مثل ما تفضلت؟ نحب نضرب أمثلة تكون قريبة للمشاهدين. نقول لو أن أحدنا أراد بناء بيت، شيخنا العزيز، بعد مسألة النظرية المخططات وخريطة البيت، يكون أول ما يبدأ فيه هو ماذا؟ الأساس، أساس البيت، مثل ما يعبر عنه الجماعة فونديشن. هذا الأساس إذا لم يحكم، مهما كان البناء جميل، مهما كان البناء عالي، مهما كان البناء وفق أفضل المعايير الهندسية من بعد الأساس، هذا البناء لا يبقى، لا يتم. المسألة هي في مسألة السير إلى الله سبحانه وتعالى. الآن بطبيعة الحال شهر رمضان شهر كريم تكثر فيه العبادات، أصلا الإنسان يتوجه يعف جوارحه، يعف نظره، يعف لسانه. بطبيعة الحال طبيعة هذا الشهر هي تقول إلى العبادة، ولكن هذه العبادة إذا لم تكن على أساس محكم، لم تكن على أساس قلب سليم، هذه العبادة قد لا تنفع، قد لا تبقى، بل قد لا يكون لها قيمة. الآن هذا القول، لعل البعض يقول هذه كلمة كبيرة مسألة ليس لها قيمة، نقول نعرض هذا على القرآن الكريم.
لأن القرآن إنما يقول ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يتقبل الله من المتقين. المتقين. إذن أساس قبول الأعمال أن تكون على أساس من التقوى، والتقوى محلها القلب. وأيضا نقارن هذا بمثال عرفي، نجيب مثال من الأموال. لو أن أحدنا عنده من فئة 25، لا نأخذ بعض من العشرة من فئة 25، عنده ملايين الأوراق، ولكن هذه الأوراق لم تكن منضاد من إدارة البنك المركزي، يكون لها قيمة؟ لا قيمة لها. كذلك مسألة الأعمال، والآية سبحان يعني لو واحد يدقق فيها، يوم لا ينفع مال، أنتم أيضا عارفون باللغة شيخنا، مسألة هنا نكرة في سياق النفي. نعم. النكرة في سياق النفي تفيد العموم. لم يقل رب العالمين يوم لا ينفع المال الحرام، قال يوم لا ينفع ماله. وقد يأتي هنا سؤال، إذا أين الصدقات؟ أين القرب؟ أين الأموال التي دفعت في سبيله؟ نقول هذه كلها لا يكون لها تأثير إلا إذا تم إمضاؤها من القلب السليم. فهذه محورية القلب. جيد سماحة الشيخ، القلب السليم فد مرحلة صعبة جدا، يعني أنت تسلم قلبك من الرياء ومن السمعة ومن العجب. قد يسلم من الرياء ومن السمعة، لكن هل يسلم من العجب؟ قد يعمل الإنسان عملا وفيه 1% عجب، إذا ليس بسليم، أو 1% رياء ليس بسليم. هذه مرحلة صعبة متعسرة، وهذا تكليف بما لا يطاق. نعم، هذه أنا أحب أسميها وسوسة. هذه الوسوسة قد تطرح لأمنكم، هي تطرح في الأجواء العامة، حاشاكم. هذه الوسوسة قد تأتي أن هذه مسألة القلب السليم مسألة صعبة، وهي لخواص الناس، وهي لمن مثلا درس في الحوزة أو تتلمذ على يد أحد العلماء، قد يأتي هذا الطرح. ولكن نقول لو أتينا إلى روايات أهل البيت سلام الله عليهم، بل لو أتينا إلى واقعنا ما شهدناه من أحداث، الواقع خلاف ذلك. أنا أنقل هنا رواية لطيفة شيخنا العزيز إلى إمامنا الصادق سلام الله عليه، فنأتي لهذه الرواية وننظر هل فعلا هذه المنازل، هذه الهبات الإلهية، هل هي فعلا مختصة بقوم، هي لخواص الناس، هي تكليف بغير مستطاع؟ نأتي لهذه الرواية. يقول إمامنا الصادق سلام الله عليه: تجد الرجل لا يخطئ بلام ولا واو، خطيبا مصطعا. نحن نريد الدقق هنا شيخنا، لما يقول الإمام أن هذا خطيب مصطاع لا يخطئ بلام ولا واو، هذا رجل مفوه، يعني إذا خطب مثل ما نقول إذا حكي يحكي، ما يعطيك يحكي. فهذا طبعا ما يحكي بمن فراغ، لابد أن له معرفة علمية، وهذه المعرفة وهذه القدرة على الخطابة هم تعطي مكانة بين الناس. بلي، يعني هذا له مكانة بين الناس، له منزلة من العلم، وهو خطيب مفوه. ولكن لما يتكلم الإمام عن قلبه ماذا يقول؟ يقول: ولقلبه أشد ظلمة من الليل المظلم. مع ما يمتلك من وجاهة، مع ما يمتلك من مكانة، مع ما يمتلك من موهبة في البيان، ولكن هو أشد من الليل المظلم. في القبال عندما يأتي الإمام يتكلم ويقول: وتجد الرجل لا يستطيع يعبر عما في قلبه بلسانه. رجل بسيط ظاهرا لا يستطيع يعبر عما يريد، أصلا قد يكون لا مكان له بين الناس أمثال هكذا، وقد يضحك الناس عليه لو تكلم. لكن الإمام يركز على مسألة ماذا؟ القلب. يقول: وقلبه يظهر كما يظهر المصباح. فالمسألة ليست مسألة دراسة، ليست مسألة علوم، ليست مسألة امتلاك وجاهة، ليست مسألة امتلاك أموال. الله ينظر للقلوب، ورحمته وسعت كل شيء. والله سبحانه وتعالى ليس إلها للخواص فقط، وليس إله للمطيعين فقط، بل هو إله عاصين أيضا. أنا أقرب المسألة أيضا بحادثة يعني تبين أن المسألة مسألة النظر إلى القلوب، ومسألة امتلاك
قلب سليم ليست مربوطة بقطع مراحل من السير والسلوك، فهي مسألة قد تكون حتى عند البسطاء من الناس. ينقل سيد صباح شبر حفظه الله عن والده، أنا أجيب القصة باختصار شيخنا، ينقل أن أحد العلماء، والده يقول أن أحد العلماء ذهب لزيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه، رزقنا الله إياكم هذه الزيارة وأنتم قريبون إن شاء الله. فهذا العالم الذي ذهب للزيارة لم يخبر أحدا من الناس، ذهب للزيارة ورجع بدون أن يخبر أحد من المقربين منه. فجاء أحد المقربين وعتب عليه، شيخنا يعني لماذا ذهبتم ولم تخبروا أحد؟ السلوك غريب، عادة العلماء إذا يذهبون إلى منطقة يخبرون، يأتون الناس يزورونهم. فهذا الشيخ وهذا العالم قال له أنا أردت أن تكون زيارتي خالصة لوجه الله. المرة السابقة لما ذهبت لزيارة أمير المؤمنين، يقول انشغلت بمصطلح عندهم شيخان يقولون ديد وباز ديد، يعني هذا يزورني وأرد له الزيارة. يقول في المرة السابقة لما ذهب زار من كثير من العلماء، وبالطبع كان لابد أن أرد لهم هذه الزيارة. فأنا هذه المرة أردتها تكون خالصة لوجه الله لا انشغل بهذه الأمور. فهذا المقرب منه حتب عليه أيضا، قال شيخنا إن شاء الله هذا الديب والبازلين هذا أيضا لوجه الله، المؤمنون يزورونكم لوجه الله وتركون هذه الزيارة أيضا لوجه الله. فهنا تأمل هذا العالم مثل ما يقول صفن، وقال لهذا صاحبه إذا فعل أعمالي خالصة لوجه الله، يعني هذا أيضا من باب التواضع، يقول أنا هذه الأعمال كلها والتدريس والدرس مستعد أن أبالي له بزيارة لأحد البسطاء، لأحد الإخوان الذين رأيتهم في الحرم، وكان هذا رافع رجله أجلكم الله في قبال شباك. هذا استغرب، هذا شلون يعني هذا أم زائر أمير المؤمنين ورافع رجله وأنت تبالي أعمالك كلها بهذه الزيارة؟ قال نعم. قال شلون؟ قال لما كنت هناك جيت أصلي ركعتين أمير المؤمنين رأيت هذا الرجل وكنت أستمع وهو يخاطب الأمير، فكان يتكلم مع الأمير باللهجة الدارجة، يقول يا أمير المؤمنين أنا ترى جئتك من مكان بعيد جدا، يعني مسافة 500 كيلو أكثر، وما كان عندي دابة، جئتك مشيا على الأقدام، وأصلا ما كنت أدلي هذا المكان، وكل مرة أسأل جماعة يقولون قبل قبل، فجئتك مسافة طويلة جدا وعندي حاجة واحدة فقط، وهذه المسافة تعبتني حتى يا أمير انظر هذا رجلي تورمت، رجلي تشققت، شوك دخل بها تراب، المسافة طويلة، وعلى ما وجدتك تعبت فعلا، فأنا أطلب منك حاجة واحدة، وهي أنه في يوم القيامة أنا ويوم الحشر والله حاشر الناس أجمعين، أنا بعد ما أقدر أدور ما أقدر أبحث عنك يا أمير المؤمنين، أريد أنت تبحث عني وتجيني. الله، هذه حاجتي. الله، هذا العالم يقول أنا في ذلك الوقت أحسست أن أمير المؤمنين قال له حاضر أنا يوم القيامة أتيك وأبحث. طيب إذا أمير المؤمنين يأتيني ويبحث عني يوم القيامة أنا مو بحاجة لكل هذه الأعمال، فلا نكون ظاهرا هذا الرجل من ينظر الرجل بسيط، ولكن قلبه يزهر كما عبر الإمام كما يزهر المصباح. جيد، سمحت شيخ، هذا يقودنا إلى سؤال، هل السير والسلوك ويعني الإخلاص الذي وصفتموه في بداية هذه الحلقة هو لفئة خاصة أم هو يتسنى ومتاح ومباح لجميع الناس الخاص والعام؟ الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فالهداية غير مقتصرة على فئة معينة، يعني الهداية أو هذه الرحمة الإلهية مثل ما تشبه في كلمات العلماء هي مثل الشمس، هي تطلع على الجميع. المطلوب مني أنا أعرض نفسي لهذه الرحمة،
أنا أعرض نفسي لأشعة الشمس، أنا إذا قاعد بالبيت خاتم مثل ما يقولون جماعة ومبتعد عن هذه الأشعة وأقول هذه للخلاص، لا، أنت جالس في البيت، أنت أخرج، عرض نفسك لهذه الشمس، عرض نفسك لهذه الرحمة، وخاصة الآن نحن في هذا الشهر الكريم وفي متطلع في هذا الشهر الكريم تتضاعف. فالإنسان هو بحاجة يعرض نفسه، وإلا هي ليست مقتصرة على أدرس عن فلان أو أتجه عن فلان أو آتي حتى بالعمل الفلاني. هي الرحمة لما تأتي إلى الإنسان تأتي حتى بدون هذه الخطوات التي تعرض في كتب مثلا السير والسلوك. جيد سماحة الشيخ، هذه الإخلاص قد يصل بالإنسان إلى أعلى المستويات كما وصل إليها إبراهيم الخليل عليه السلام الذي صار خليلا لله. الخليل، أولا دعني أسأل، ما هو الخليل وكيف صار خليل؟ يعني المفهوم العام عند الناس الخليل يعني الصديق. إذا نأتي إلى كتب اللغة، هي الخليل ليست الصديق، هي الأقرب من الصديق، ولكن أنا لا أريد أن أنظر إلى المعنى اللغوي فعلا، إحنا أريد ننظر فعلا إلى المعنى الفعلي للخلة، كيف وصل نبي الله إبراهيم إلى هذا المقام؟ لماذا صار نبي الله إبراهيم خليلا؟ سماحة الشيخ، الخليل يعني تفسر المنقطع إلى الشيء، فعندما نقول الخليل خليل الله يعني المنقطع إلى الله الذي ليس نعم. في قلبه إلا الله، ولا ينظر ولا يرى ولا يسمع إلا الله. نعم، أحسنت يا شيخ. بل هذا المعنى حاضر عند الناس، وهذا حاضر في أذهان الناس، لذلك أقول نريد نذهب فعلا كيف أصبح خليلا، لعل هنا المحور الذي يكون هو أهم. نعم، لماذا صار إبراهيم خليلا؟ كيف وصل نبي الله إبراهيم؟ نحن نعلم أن إبراهيم خليل الرحمن، وكثير منا يغبط إبراهيم سلام الله عليه على هذه الدرجة، درجة الخلة الإلهية، ولكن نقول ما الذي عاشه نبي الله إبراهيم؟ ما هي الامتحانات التي أوصلته إلى هذه الدرجة؟ نعم، يعني هو هذا محور السؤال سماحة الشيخ، محور السؤال هذا، كيف صار الخليل إبراهيم خليلا؟ لما نقرأ القرآن شيخنا العزيز، نقرأ هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلمه وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنك نجزي المحسنين. هذه الآية من الدروس ومن فيها من الدروس ومن العبر ما توصلنا إلى هذه الإجابة في الجملة شيخنا العلم، وإلا هي فيها بحث مطول. إذا نأتي إلى ما هي الأمور التي أوصلت نبي الله إبراهيم إلى هذه المرتبة ومرتبة الخلق، نرى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن نبي الله إبراهيم جاء ربه بقلب سليم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن من شيعته، أي من شيعة نبي الله نوح، لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إذا المسألة الأولى أو المرتبة الأولى التي جاء بها نبي الله إبراهيم أنه جاء ربه بقلب سليم. الأمر الثاني المجاهدة العظمى في حياة نبي الله إبراهيم، وهنا في الآية تبين واحدة من أعلى مراتب الجهاد، وهي نية قتل ولده إسماعيل. سماحة الشيخ، دعني أتوقف عند هذه النقطة قبل أن نرتحل إلى نقطة إسماعيل عليه السلام. يقال أن إبراهيم عليه السلام وصل إلى مرحلة القلب السليم بعد أن بشره الله بأني خالق بشرا، وعفوا، بأني لي حبيب وخليل، إذا سألني أن أحيي الموتى أحيي له الموتى. فإبراهيم طلب من الله أن يحيي له ميتا لكي يطمئن قلبه، لا يطمئن بأن الله يقدر على إحياء الموتى، بل ليطمئن إبراهيم أنه هو الخليل الذي اصطفاه الله. فمرحلة الخلة متقدمة على مرحلة ذبح إسماعيل. نعم، أنا هذا إن شاء الله قلت أشير لها في
سبقتني خطوة شيخنا العزيز. جيد، إذا نرجع خطوة إلى مسألة ذبح إبراهيم إسماعيل. نعم، يعني كنت أشير لها إن شاء الله في مسألة ذبح نبي الله إسماعيل أيضا، بس أنا أريد أرتبها إن شاء الله أشير لها شيء. جيد، رتب كما تشاء. أقول هي ثلاثة أمور: أولا جاء ربه بقلب سليم، ثانيا المجاهدة العظمى وهي النية، توطين النفس على قتل ولده وفردت كبده ذبحا، والمسألة الثالثة أيضا مسألة الصدقة الجارية والعمل المستمر وهو بناء الكعبة التي هي صدقة جارية لنبي الله إبراهيم إلى هذا اليوم. فإذا الترتيب الطبيعي للكمال في الوصول للخلة مثلا هو القلب السليم، المجاهدة العظيمة، ثم الصدقة الجارية. إذا ننظر لهذه الأمور، الأمر الأول هو كان بيدي نبي الله إبراهيم مسألة أن يأتي ربه بقلب سليم، المسألة الثانية مسألة توطين النية والمجاهدة العظيمة هي أيضا بيدي. نعم، المسألة الثالثة هذا النوع من الأعمال التي صدقتها جارية لهذا اليوم هذا بتوفيق من الله جل وعلا، لكن السؤال الجوهري والسؤال المحوري ما هو القلب السليم الذي جاء به نبي الله إبراهيم إلى الله؟ نعم. الذي جاء به الخليل كما ذكرنا شيخنا في بداية هذه أنا الحلقة. أجملت ولو تفصل متفضلا سماحة الشيخ. نعم شيخنا، أنا أجملت ولو تفصل متفضل. شيخنا أنا العبارة أجملتها ولو تفصلها فتكون متفضلا. الله يحفظكم، منكم نستفيد شيخنا. الله يحفظكم. نقول هذا القلب السليم كما في بعض الروايات أن يكون هذا القلب خاليا من كل ما يضر بالتصديق والإيمان بالله جل وعلا، خاليا من الشرك الجلي، من الشرك الخفي، من مساوئ الأخلاق، من آثار المعاصي، من أي تعلق قد ينجذب إليه الإنسان. لذلك إذا نجيبها بعبارة جامعة مثل ما تفضلت أن يكون هذا القلب لا تعلق له بغير الله تعالى. وبحسب الظاهر شيخنا العزيز المؤمن عادة المؤمن بحسب الظاهر قلبه خال من الشرك، قلبه خال من المعاصي. لا أقول المؤمن لا يعصي، المؤمن معرض للحظات ضعف لغلبة وسوسة يعصي، لكن المؤمن بحسب الظهر ليس في قلبه حب للمعصية حتى وإن عصى، وليس في قلبه شرك لله، شرك ملتفت إليه قد يكون غير ملتفت. الاختبار الفعلي بحسب الظهر للمؤمن هو في نقاط التعلم. عادة توجد في هذه الدنيا عند الإنسان نقاط تعلم، هذه النقاط كلما أراد أن يتوجه إلى الله جل وعلا تأتي هذه نقاط التعلق لتكون حاجبة. يعني أضرب مثال بالصلاة، نقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الإنسان الآن في أثناء الصلاة وهذه تحصل عند كثير من المؤمنين، هذه شكوى دائمة أننا نبتلى بالصور، بمجرد أن نكبر تكبيرة الإحرام تأتي هذه الصور. هذه هي نقاط التعلق التي تأتي لتكون حاجب بيني وبين خطاب الله جل وعلا. قد تأتي صور محبوبة وقد تأتي صور مغضوبة أصلا، والبعض والعياذ بالله قد تأتي صور محرمة وهو في خطاب لله جل وعلا. هذه نقاط التعلق هي فعلا المحك. لذلك يذكر ما يذكر مثلا في سيرة سيد الشهيد صلى الله عليه وسلم انه في صلاه الظهر وقت الفضيله موسع انه كان يرونه جالسا في المحراب قبل الصلاه وحتى بعد الاذان لا يقوم مباشره، يهيئ النفس انا على اي رب من مقدم، انا اخاطب من. احنا عندنا هذا مضمون الروايات تهيئه النفس قبل العباده. اذا اردنا ان نتاسى بنبي الله ابراهيم، إذا أردنا أن نأتي بقلب سليم، هذه مسألة تهيئة النفس قبل الولوج للعبادة. ألج العبادة بهذا القلب الذي أحاول أن أصفيه من التعلقات الدنيوية. يعني هي المسألة ليست مسألة صلاة أيضا، مسألة صوم، حتى مسألة زيارة مثلا أحد المؤمنين، أنا أقف عند الباب قبل أن أدخل المجلس أزور بإدخال السرور على أخي المؤمن،
وأعاهد نفسي أنا لا أدخل إن شاء الله في غيبة، لا أذكر أحدا بسوء، لا أمزح بما لا يليق. هذه مسألة الوقفة قبل دخول العبادة لتهيئة القلب، هذه من أهم الأمور للدخول بقلب سليم إلى العبادة. فإذا تمت هنا تأتي الخطوة الثانية، الاستعداد للمجاهدة العظيمة بعد الدخول بقلب سليم. وكل عبادة بحسبها، وكل أيضا بحسبه. أنا قد أدخل اليوم بقلب سليم مثلا مثل ما ذكرت شيخنا ب80%، أدخل ب60 لا أقول 80، ولكن مع استمرار هذا التلقين للنفس تصعد هذه النسبة. نعم. ثم تأتي الخطوة الثانية مثل ما ذكرنا شيخنا الآن، مسألة الاستعداد للمجاهدة العظيمة. وواقعا قصة نبي الله إبراهيم إذا نقف عليها، ما ابتلي نبي بمثل هذا الابتلاء، أن يؤمر بذبح ابنه بيده، خاصة إذا نظرنا إلى مسألة سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، هذا نبي، هذا نبي ويطيق هذا الحدث، أما عامة الناس لا يطيقوا أن تأتي وتعطى سكينا لتذبح ولدك، فلا يمكن، لا يمكن تطبيق هذا على عامة الناس. النبي الله إسماعيل كان نبي شيخنا في تلك الفترة. نعم، نبي الله إسماعيل أكان نبيا في تلك الفترة لما جاء أمر ذبحه؟ لم يبعث، ولكن بشر إبراهيم بأنه نبي، سيكون نبيا. احنا الآية تقول هنا شيخنا تتضح المسألة، لم يكن نبيا. الصورة هنا جدا جميلة. أنا أنقل لكم أيضا نعم نص من بعض التفاسير في كتبنا. نبي الله إبراهيم لما ابتلي بهذا البلاء، احنا نريد أن نحلل المسألة. نبي الله إبراهيم أولا هو دعا بالابن بعد عمر طويل، قال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. هنا الإنسان جيد يقف ويلاحظ الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبتلي الإنسان كيف يهيئ الأسباب. نبي الله إبراهيم يتمنى ولدا صالحا بعد عمر طويل، تستجاب هذه الدعوة ويأتيه الوحي من الله أن هذه الدعوة قد استجيبت، فبشرناه بغلام حليم. نلاحظ الآية اللي بعدها مباشرة شيء، فلما بلغ معه السعي. هنا الفاء يذكر علماء اللغة أنها تدل على محذوف، والتقدير لهذا المحذوف أنه لما استجيب دعوة نبي الله إبراهيم ورزق هذا الغلام ورباه وبلغ مبلغا يمكنه السعي معه في حوائج الدنيا، يعني نبي الله إسماعيل وصل إلى مرحلة الفتوة. نعم. لما وصل إلى هذه المرحلة هنا جاء الاختبار، هنا جاء الامتحان لنبي الله إبراهيم، وفي نفس الوقت كان امتحانا لنبي الله إسماعيل. والعجيب شيخنا أن هذا الامتحان، نلاحظ أن الدعوة لما استجيبت جاء الوحي وقال استجيبت، ولكن لما جاء الامتحان لم يأتي بوحي، لم يأتي نبي مثلا، بل تكليم مباشر، جاءت رؤيا إني أرى في المنام أني أذبحك. وهذا كان اختبار النبي الله إبراهيم. أيضا النبي الله إبراهيم بحسب الظاهر كان يستطيع أن يقول لجبرائيل سلام الله عليه أن ارجع إلى الله عز وجل، ما هذا المنام؟ يريد يستفصل أكثر في هذا المنام، ولكن نبي الله إبراهيم لم يعمل بهذا مباشرة، طبق ما رأى بالرؤيا، قال أنا أكمل هذا الامتحان. وهنا أيضا عجيب أن نبي الله إبراهيم أراد الطرف الآخر أيضا بصورة جهادية جميلة جدا عظيمة جدا، أراد الطرف الآخر أيضا أن يكون طوعا من نبي الله إسماعيل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، يا بني أنا رأيت هكذا هل تريد أن أنفذ فيك الأمر الإلهي؟ كان بإمكان نبي الله إبراهيم أن يأتي ويمتثل مباشرة الأمر الإلهي ويذبح نبي الله إسماعيل، ولكن ويقدم قربان إلى الله، ولكن أراد أيضا أن يبادله نبي الله إسماعيل هذه الحركة الجهاد. يعني إبراهيم سلام الله عليه
سوف يعيش مرارة فقد الولد من بعد عمر طويل، ولكن إسماعيل سلام الله عليه سوف يتحمل مرارة حر الحديد، الذبح بالسكين. الآن هنا أشير لما قلتموه شيخنا إبراهيم سلام الله عليه، يعني هذه الصورة والابتلاء ابتلاء عظيم، لا تعلم أيهما أعجل، فعل إبراهيم أم صبر إسماعيل؟ صبر إسماعيل. إبراهيم الله عليه في هذه الفترة قد بلغ من مقام خلته والإمام ما بلغ، إمام خليل الله وصابر، ولكن هذا نبي الله إسماعيل شاب فتي في عنفوان حياته ويستسلم للسكين، لأن أباه رأى في الرؤيا أنه حتى مو وحي ولا مخاطبة مباشرة ولا لا، أن أباه رأى في الرؤيا أنه يذبحه، فحقيقة عجيبة أيهما أكثر صبرا. يعني هنا وإذا نرجع إلى كتب التفسير يوجد نص جدا مؤثر، كلمة من ومنقولة بعدة تعابير، أنا أقول أحد التعابير موقف، يعني الآن نحن لما نتكلم المسألة نظريا سهلة شيخنا، بس لما نأتي وننظر بعين الواقع هذا نبي الله إسماعيل، نبي الله إبراهيم رجل قد بلغ من الكبر، والله بشره بغلام حليم، يعني هو هم ما بيذبح أي غلام، ما بيذبح أي ولد، يمكن واحد يكون عنده ولد بأذننا يمكن أسهل تكون، لا هذا الغلام مبشر من القرآن أنه حليم وفي عنفوان حياته وأنا أذبحه. والصورة الأكثر إيلام لعلها لنبي الله إبراهيم هذا النص، أن إسماعيل سلام الله عليه لما جاء، هذا في بعض النقولات، ينصح أباه إبراهيم وهو شيخ كبير، لاحظ شيخنا ماذا يقول، يعني أنت عندك هذا الولد الصالح المطيع يخاطب بهذه العبارات، يقول يا أبتي أشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح من دمي شيء فتراه أمي، الله، وابتعد عند الذبح لئلا يرى آثار الدم على ثيابك، واشحذ شفرتك، وأسرع مر السكين على حلقي ليكون علي أهون، فإن الموت شديد. الله، أنت أب وتسمع هذه الكلمات من فلذة كبدك. فقال إبراهيم نعم العون أنت يا بني على أمر الله. حقيقة هذا الموقف، هذه المحادثة بين لهم محادثة عجيبة، وتكشف عظمة هذا الجهاد، عظمة هذه المرحلة. إذن شيخنا ألخص أقول هذا شأن إبراهيم وإسماعيل والدرس الذي يصل إلينا من هذا المشهد العظيم. سماحة الشيخ عفوا قبل التلخيص، فلما أسلم تتضح أن الطرفين كان الموضوع صعب جدا عليهما، ولكن أسلما لأمر الله، واللطيف أنه وتله للجبين عندما وضع جبين إسماعيل على التراب وأراد على الأرض وأراد أن يحز نحره من قفاه كي لا ينظر لوجه ولده وتأخذه رأفة ورحمة. صحيح. لما أسلم وتله الجبين عند ذلك بعد أن يضع، هكذا تحدث بعض الروايات أن اسم إبراهيم يضع السكين على نحر ولده ليباشر الذبح، ويأتي جبرائيل ليقلب السكين ثلاث مرات، في المرة الثالثة جاءه النداء الإلهي، هنا تدخل الله سبحانه وتعالى بشكل مباشر ليقول بدون وحي وبدون نادينا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يعني هو وصل إلى المرحلة الأخيرة، قد يقول هذه كانت محاولة، لا هو أقدم فعلا على الذبح، أقدم من نبي الله إبراهيم عنه، ونبي الله إسماعيل استسلم للذبح وصل إلى المرحلة الأخيرة، وهذا تقدم درس عظيم، يعني نبي الله إبراهيم لم يصل لهذا المقام. أقول الدرس من هذه الصورة، من هذا الحدث، أن المقامات لا تبقى جزافا. نعم. الذي يريد أن يصل إلى درجة عند الله عز وجل، الذي يريد أن يكتسب مقاما، هذا المقام لا يكتسب وأنا جالس في زاوية من المسجد، مطلوب الجلوس في المسجد،
مطلوب أن يتعب المسجد، لكن أقول لا تعقى بالجلوس والانزواء في زاوية المسجد أو في هدوء البيت أو بأعمال لا تكلف كثير من المجاهد. نعم هذه لها أجرها، أنت مثاب عليها، ولكن الوصول إلى مقامات، إلى الخلة، إلى القلب المتميز، لا بد تطوي هذين المرحلتين، القلب السليم والجهاد العظيم. حينئذ تقطف هذه الثمرة، تقطف هذا المقام، حينئذ تكافئ كما يكافئ نبي الله إبراهيم، أنه إلى هذا اليوم يتأسى به جميع المسلمين. وهنا أيضا في ذيل الآية التي قرأناها إشارة جدا جميلة، نعم، كذلك نجزي المحسنين. يعني أن هذا العمل ليس خاصا بإبراهيم، وهذه المراتب ليست خاصة بإبراهيم، بل كل من يجاهد نفسه ويسير بمسيرة إبراهيم كذلك يجزى نفس الجزاء الذي أجزي به إبراهيم عليه السلام. أحسنتم، الآية تريد أن تقول هذا، أن الله عز وجل هكذا يثيب كل من يسير في هذا الدرب. الله سبحانه وتعالى بحسب الظاهر ابتلى إبراهيم، ابتلاه إلى أن وصل إلى المرحلة الأخيرة أنه سل السكين، ولكن هل حصل الذبح فعلا؟ لم يحصل الذبح، بالنتيجة أخذ ابنه معه وذهب إلى المنزل. الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول هكذا أنتم أيها المؤمنون في مقام العمل، حاولوا أقدموا ونحن نخفف عليكم، أن تتظاهر بمظهر المطيعين ونحن في مقام العمل نعينكم على اجتياز هذه العقبات. إبراهيم بالنتيجة لما ذهب إلى آخر مرحلة جاءت الآية وفديناه بذبح عظيم. إذا الإنسان قد يبتلى ابتلاء قصير، نعم، وقد يبتلى ابتلاء شكلي أصلا، قد يكون هذا الابتلاء شكلي. الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تكون مستعد لهذا الابتلاء. الإنسان قد يبتلى بمرض، قد يبتلى بأزمة مادية، قد يبتلى بسجن الظالمين، قد يبتلى بما يبتلى، فيكون الإنسان في قبال هذا البلاء يا رب أنا مستعد وأتحمل هذا البلاء إلى آخر يوم في حياتي. إذا خرجت هذه الكلمة صادقة نفس المخلصة لله، إذا بالفرج قد يأتي في أيام قصيرة، قد يأتي في لحظات، وبالإضافة إلى هذا الفرج يسجل اسمه في ديوان المجاهدين في هذه الأيام القصيرة. إحنا البعض للأسف على المستوى النظري نؤمن بهذا، ولكن لما نأتي إلى المستوى العملي وهو الاختبار أن تخرج مني هذه الكلمة، وإلا نبي الله إبراهيم لما كان مستعد ثواني وانتهى هذا الاختبار، هي مسألة ثواني حتى، ما استمر الدقائق، السكين كم مرة؟ 3 مرات في ثواني. يريد منك تسليم يأتي الفرج. سماحة الشيخ، لكن لا يقدر على ذلك أي قلب، مو كل قلب يقدر ياخذ ابنه ويحطه على دكة الذبح ويذبح يباشر بذبح ابنه. يعني احنا لعله هو على محور الكلام، هو ليس نموذج واحد في التاريخ شيخنا، وليس في التاريخ القديم، يعني لدينا في العراق بالتحديد من أمهات الشهداء اللي قدموا نماذج عظيمة جدا، نماذج يخللها التاريخ. هذا شلون وصلوا إلى هذه المرحلة؟ يعني هذا أقول بالوجدان وبما رأيناه لا تستطيع أن تصل، ولعل بعض أمهات الشهداء ومن أمهات التي تلقت تعليم متقدم. الوصول إلى مرحلة القلب السليم والوصول إلى هذه المرحلة ليست بهذه الصعوبة. السيد علي القاضي رحمه الله عليه يطرح مسألة في هذا المجال، يقول نحن صعبنا الطريق، نحن صعبنا على هذه الكلمات في آخر عمره الشريف، ونحن صعبنا الطريق على الشاب الذي مثلا يريد أن يتوب، أنه تطوي هذا العدد من المراحل، تأتي بهذا العدد من الأعمال، وهذا المسألة هي لحظة توجه خالصة هي تقلب الإنسان. نعم، وإذا أراد في تشبيه لطيف يذكرونه
علماء الأخلاق أنه الإنسان إذا فعلا أراد أن يصل لهذه المرحلة من التسليم فليتأسى بالميت. هذا الميت المسجى لغسله وتكفينه وتحنيقه، هذا لا حول له ولا قوة، مسلم. هو مسلم تمام جسده لهذا المغسل يقلبه كيف يشاء. المؤمن إذا أراد أن يصل لهذه المرحلة يسلم كما يسلم الميت. لا، نقول الله يقلبه في الدنيا كيف يشاء. يا ربي أنت تريدني اليوم فقير فقير، تريدني غني غني، تريد أن تبتليني بهذا الابتلاء ابتلني، أنت قلبني في هذه الدنيا كما تشاء، أنت اصنعني بعيني. هو يعني نفس ما سلم إبراهيم ولما أسلم هما مسلمان كما مسلم الميت للمغتسل للمغسل عفوا. سماحة الشيخ، السؤال الأخير في هذه الحلقة، يعني كيف أصل إلى رتبة القلب السليم؟ يعني الآن في شهر رمضان، لعل إحنا عندنا مثل ما يقولون في السنة عندك محطات، هي تكون محطات مسرعة، محطات معينة في قطع المسافات. مسألة الوصول إلى القلب السليم والوصول إلى هذه المقامات أو الوصول إلى هذا التسليم فعلا لله جل وعلا، أولا تبدأ بتوطين بوجود النية الخالصة. لا يمكن السير بدون وجود نية، توطين القلب على أنني أريد أن أصير في هذا الطريق أولا، وأنني مستعد لجميع هذه البلاءات وأصبر عليها، هذه أهم خطوة في مسألة الوصول إلى القلب السليم. بعدها تأتي مسألة ما ذكر من أعمال شيخنا، يعني مسألة عندنا في الروايات مسألة قراءة القرآن. قراءة القرآن من الأمور التي توصل إلى القلب السليم، خاصة في شهر رمضان. الأكثر من قراءة القرآن أنظر كخطوات عملية. مسألة كثرة ذكر الله، ذكر العملي، الذكر حتى لو كان قد يقول أن أنا أذكر ولكن هي قلب فلت لسانا. نعم حتى سماحة الشيخ، يعني قد ضاق بنا الوقت كثيرا، وحقيقة الزميل المخرج يشير إلى انتهاء الوقت ولم ينتهي الحديث مع جنابكم الكريم، وللحديث صلة أكثر إن شاء الله في حلقات قادمة. سماحة الشيخ سلمان الديري البحريني، شكرا جزيلا، كنت ضيفا عزيزا علينا في برنامج الدين والدنيا. كذلك أحبتي شكري وخالص امتناني لكم لحسن الإزراء وحسن المتابعة. ألتقي وإياكم في حلقات قادمة. إلى ذاك الحين في أمان الله وحفظه.